أهلا بحضرتكم من جديد. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع امبارح تابع فيه جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس اللي فات، وأشاد رئيس الوزراء بالدور اللي بتقوم به اللجنة في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي، وكمان التعامل معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين. امبارح أيضا ثمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات المنتدى ودوره في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس 2023، وأشاد رئيس الوزراء بالدور اللي بتقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. امبارح ثمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف. وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس، ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة ليهم لتطوير قدرتهم. امبارح نصحت صحيفة الاندبندنت البريطانيين بزيارة 6 من أفضل وجهات العطلات في مصر، وقالت إن الدولة تتمتع بجاذبية خاصة لقضاء الأجازات مع مزيج فريد من بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى جانب المنتجعات الشاطئية الحديثة اللي بتحقق أقصى استفادة من سواحلها الكبيرة. وقالت إن مصر بلد متأصل في التاريخ، هذه الأعجوبة الواقعة في شمال إفريقيا موطن لبعض أقدم المدن في العالم من الإسكندرية القديمة إلى العاصمة الحالية القاهرة.